لركني ثاني قال والله آمنت به ولم أراه ودخلت مكة ولم ألقاه قال له النبي أنا نبيك يا أخ العرب فانكف الأعراب على يد النبي يقبلها صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Terima kasih.
الحشر ظل المرسلين لواءه تلق من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء Mama.